معي عبر الهاتف من ناحية الرقة عبد الملك برد، القائد العام لجيش الثوار. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عبد الملك. إذن إعلانكم إرسال الدفعة الثانية والثالثة للمشاركة بهذه المعركة، معركة الرقة، هل يعني أن المعركة انطلقت بالفعل؟ نعم، المعركة انطلقت منذ أيام ونحن قمنا بإرسال دفعتين، والآن نقوم بإرسال الدفعات الأخرى إلى مدينة الرقة للمشاركة بحملة قدم الفرات. ما المراحل التي تعملون عليها سيد عبد الملك؟ يعني كنتم قد أعلنتم الشهر الماضي بأنه اقتحام الرقة مفروض يكون بالصيف، بمطلع الصيف. هذه المرحلة مثلا ماذا الذي تتضمنه؟ بس عندي سؤال عزيزي كان سيدي. طيب المرحلة هذه الحالية بعد إرسال الدفعة الثانية والثالثة، ما الذي ستشمله؟ كيف يعني يتم تقسيم إن شاء الله. مراحل المعركة؟ إن شاء الله إن شاء الله. نحن قمنا بحصار الرقة من ثلاث محاور، الجهة الغربية والشمالية والشرقية. بقي محور الجنوبي لتنظيم داعش. طيب عمليا على الأرض سيد عبد الملك، التنسيق كيف يتم؟ يعني قلت بشكل يعني مختصر مراحل. نحن منطويون تحت قوات سوريا الديمقراطية، وقامنا التنسيق مع القوات الموجودة بحواري الرقة، منطقة عين عيسى وحواري الرقة، وقمنا بإرسال، لبينا النداء لأخوتنا بالرقة وأهلنا بالرقة إن شاء الله، وعدناهم بتحرير الرقة وكل سوريا من تنظيمات داعش إن شاء الله. موضوع التوقيت الزمني من خلال الوضع على الأرض الآن والبدء عمليا بالمعركة، هل ما زلتم تتوقعون الاقتحام بمطلع الصيف؟ إن شاء الله نحن بكل وقت إن شاء الله مستمرين، والجو كان مناسب الآن لاقتحام الرقة. مشاركة مكون العربي إلى أي درجة هو مهم سيد عبد الملك بتحرير الرقة واستعادتها من احتلال داعش؟ نحن فئة كبيرة من المكون العربي من كافة الأطياف، هناك موجود بيننا سريان وعرب وأكراد، ولكن المكون العربي هو العدد الأكثر اللي موجود بحملة الرقة من جميع المحافظات السورية. أنا أشكرك جزيلا سيد عبد الملك برد، القائد العام لجيش الثوار، على هذه المشاركة معنا من ناحية الرقة. شكرا سيد عبد الملك.